بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. امتثالا لأمر الله تعالى في التوقيع والتعظيم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الفرح والسرور بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا إليه والتماسا للبركة والشفاعة منه صلى الله عليه وسلم نهدي ثواب كل عمل صالح في هذه الجلسة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين وعباد الله الصالحين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا خصوصا أبونا السيد محمد بن علي الملك الحسني والسيد عباس بن علي الملك الحسني كسنهاجي لطيفة كحسني حسين وأبويه وكعلي رهبيني ونيم مستن وكعبكي عبد اللطيف رهبيني ونيم سليمة ولارا مساوى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكل من له فضل التعليم علينا أو الإحسان إلينا نصيبا وافرا وحظا كبيرا على أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم في الجنة وببركة ذلك كله أن الله يجعلنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وكل من سومن ومحسوب على هذه الجلسة علماء عاملين سعداء مرزوقين موفقين للخيرات ميسرين للحاجات سالمين من الآفات والمضرات والسيئات والمنكرات لنجن أمور بعبادة بن بطوبة دأكست الله صحة برسلامة إلم أبقت دأكست الله جمبر آته جمبر سكه جمبر أخلاق جمبر ستجا كنعمتان سعي شكر دأكست الله أي جواكي دري مصيبة دري بالا دري فتنة ما ظهر منها وما بطن وأن الله يذهب البأس عن أمنا يا ست الرحمة كرر وأبوي علي كرر ويشفي ما شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ولا عزا ولا ضعفا ولا حما ولا زكما وأن الله يفرج همنا وهم المهمومين من المؤمنين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين عنا وعن المدينين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين وأن الله يفوز مسلمي فلسطين وينصرهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحهم ويتقبل منهم شهداء وأن الله يحرر فلسطين والمسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وأعوانهم من الكفار والمنافقين وينصر المجاهدين عليهم نصرا عزيزا بسر أسرار الفاتحة وياسين والصلاة والسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم فليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا Kalau tidak, kalau kita, 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 kalau k
لهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ما ينظرون إلا صورهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم.